أنا حملت وأجهضت في السنة اللي فاتت. من البرنامج عرفت أسباب الإجهاض، فأنا انتبهت لهذه المشاعر ولقيتها أكيد موجودة عندي، كانت ما كنت منتبهة لها. مفضل ربي قبل ما ندخل معاه كان عندي تكيس مبايض، كان عندي إجهاضات متكررة. مفضل ربي صار الحمل ما أقولكش على السعادة اللي أنا فيها. اخترت احضر الاستروجين لما شفت الفيديو بتاعه اللي هو قبل ما نبدا الكورس، لقيت ان هو في حاجات انا مفتقداها، ان في حاجات كتير هتتغير فيا، في طبيعه جسمي، في شكلي، في سلوكياتي. الاستروجين فرق معايا في حاجات كتير. الدكتور كان قال في اول محاضره لما نبدا نمارس اللي بيقول لنا عليه بالظبط كل حاجه حوالينا هتتغير، فبالنسبه لي ده كان انبهار. عائلتي انا كنت بتعامل معهم بشكل، في الاستروجين لما ابتديت اوعى بالانوثه والعلاقه الحميميه مع العيله وبقيت امارس الطريقه دي والمشاعر دي اشعرها معاهم، طريقتهم اختلفت معايا تماما، ردود افعال غير اللي كانت بتحصل تماما. انا ممتنه ليه جدا جدا جدا، فرق معايا جدا في حياتي ومكمله معايا ان شاء الله الفتره اللي جايه في حاجات تانيه.